أبيات شعر جميلة بيقول: وجرح الجسم تضمده الليالي، وجرح الروح ليس له طبيب، ولا أثر لما فعل الأعادي يظل، إذا أساء لك الحبيب. وقد يأتيك خير من بعيد، وقد يأتيك الشر بالشر القريب. وقد يأتيك خير من بعيد، وقد يأتيك بالشر القريب. هذه مؤلمة جدا يعني. وقد تدعو القريب فلا يلبي، وقد تدعو البعيد فيستجيب. كلام جميل جدا جدا. لهذا أحببت لغتي.